الحب ينفعك في الدنيا، والحب ينفعك في البرزخ، والحب ينفعك في الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يبعث المرء مع من أحب، وفي رواية: يحشر المرء مع من أحب. الإنسان مع من يحب. تحب الله ورسوله، أنت مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن تمسكت بهذا الحب ونظرت في هذا الحب وتأملت في هذا الحب وقلت هذا هو الحب، فهنيئا لك.